الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمين. فما بعد، الطلاب الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة ومودة، وأمدكم الله بموفور الصحة والعافية. طلاب الرياضيات العلمي جيل 2005 المنهاج الجديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بدنا نتابع الحديث عن درس الاشتقاق، وموضوع هذا الفيديو هو الحديث حول موضوع التطبيقات الهندسية في درس الاشتقاق اللي هو الدرس الأول من الوحدة الأولى. ناخذ نفس عميق ومش فنون رد، نفوت بإيش؟ نفوت بالدرس. بسم الله. الآن قبل ما نحكي عن موضوع التطبيقات الهندسية يا أستاذ، بدي تنتبه لي على شغلة معينة. الآن عنا هون على المحور، هذا المحور طبعا أنت بتعرفه، هو محور مين؟ محور X ومحور Y. هاي هون الواي مين؟ الواي الموجب. وهون مين؟ محور الاكس الموجب. الان هذا المستوى الديكارتي اللي انت بتشوفه، شو عاملين احنا؟ حاطين عليه رسمه خطين مستقيمات زائد رسمه منحنى. طيب مين هو المنحنى اللي موجود معي؟ المنحنى اللي موجود معي هو اقتران، بغض النظر ايش نوعه. الاقتران هون انا شو سميته؟ سميته اف اوف اكس. ايش سميته؟ اف اوف اكس، هيو باللون الاسود زي ما بتشوفه. هذا الاقتران f of x ممكن يكون كثير حدود، ممكن يكون اقتران اسي، اي قوة x، اي قوة x تربيع، اي قوة جذر x، كذا الى اخره. ممكن يكون جذر تربيعي لشيء معين داخله، ممكن يكون لين، ممكن يكون ساين كوساين، كذا من الاقترانات اللي احنا متعودين عليها. يعني بمعنى اخر، احنا اليوم رح نحكي عن موضوع التطبيقات الهندسية. رح ايش؟ مش رح نرحم اي اقتران، رح نستخدم كافة انواع الاقترانات اللي تعلمناهن. شو عندنا انواع الاقترانات اللي تعلمناهن؟ اول نوع من الاقترانات للتذكير هو اقتران القيمة المطلقة واشتقاقه، اقتران الساين والكوساين تعلمنا كيف اشتقاقه، واقتران الاي قوة X او اي قوة جي X بحيث يكون الاس اقتران اللي هو مين؟ الاس الطبيعي. وتعلمنا اللوغاريتم اللي اساسه كان بالفيديو الماضي K، حكينا لما يكون الاساس E مين هو؟ لين اوف X. الان هذول الاقترانات رح نتحدث عنهم هندسيا. ماذا تعني كلمة هندسيا؟ قبل الخوض بالموضوع، كلمة هندسيا بمعنى اخر يعني رح اذكر لك نقاط وراح اذكر لك خطوط. راح اذكر نقاط وراح اذكر خطوط. طيب الان يا استاذ من الرسمه، احنا حكينا انه المنحنى عندنا شو اسمه؟ اف اوف اكس. ممكن اسميه جي اوف اكس بالمناسبه، ممكن اسميه اتش اوف اكس، ممكن اسميه جرود السود اوف اكس، بغض النظر شو ما كان الاقتران المرسوم معي، هو عباره عن ايش؟ عباره عن منحنى. هذا الاقتران اللي احنا موجدينه او اللي احنا رسمين لك اياه بالرسم جاهز، بغض النظر شو نوعه، في عندي نقطة موجودة عليه. هاي النقطة راح يجي كل او جل حديثي عنها. مين هاي النقطة اللي انت شايفها هون؟ هاي النقطة اللي هي مين؟ المشتركة بين الخط الاحمر والخط الازرق والمنحنى اللي بتشوفه باللون مين؟ الاسود. هاي النقطة زيها زي اي نقطة بالعالم، الها احداثي x والها احداثي ايش؟ y. الفرق بين النقطة والقيمة انه القيمة ايش بتكون؟ عدد، بينما النقطة ايش بتكون؟ احداثي x واحداثي y. الان هاي النقطة راح اجي انا تجاوزا اسمي احداث الx تبعها x1، هي تسمية، وراح اجي اسمي احداثي y y1. طيب الان هاي النقطة اللي موجودة عندي اللي هي x1 مع y1، راح اجي الان هون ابلش لك الحديث عنها. هاي النقطة اللي بدنا نيجي نحكي عنها هي نقطة التماس. شو بدنا نسميها؟ نقطة التماس. فالان لما بدنا نيجي نحكي في موضوع التطبيقات الهندسية، لازم اول شيء نحكي عنه شو هو؟ نقطة التماس. طيب ماذا يعني قولنا نقطة التماس؟ رح تيجي تحكي لي يا أستاذ بيعني X1 وY1. أستاذ أوكي، هي اسمها من هون ها حسب تسميتنا X1 مع أحداثي مين؟ Y1، لكن أنا
هندسيا بايش ممكن انها تفيدني نقطه التماس اللي هي اكس واحد واي واحد. الان نقطه التماس اللي هي اكس واحد واي واحد، حاول هون نوضحها. هاي مع مين؟ مع واي واحد. هاي نقطة التماس إلها ثلاث جمل بدي تربط لي إياهم بذهنك. أول هاي الجمل اللي بدي تربط لي إياها بذهنك إنها إيش مالها؟ تقع على f of x. إيش يعني تقع على f of x؟ أو بلاش تقع على، بدنا نربط الموضوع كلمة واحدة. ايش بدي احكي لك؟ بدي احكي لك بانها تحقق f of x. طيب رح نفهم ايش يعني تحقق f of x. ثاني شيء وثالث شيء قبل ما نكتبهم بدنا نطلع هون عنا على الشكل. في عندي على الشكل خطين مستقيمات. الخط الأحمر اللي بتشوفه هون شو راح نسميه؟ راح نسميه المماس. شو راح نسميه؟ المماس. طب المماس إيش هو؟ المماس هو خط مستقيم يمس منحنى الاقتران عند هاي النقطة اللي إحنا إيش سميناها؟ سميناها X1 Y1 تحت مسمى نقطة التماس. إذا المماس بمس الاقتران بنقطة واحدة، بيختلف عن مفهوم سابق اللي هو القاطع. القاطع بمس الاقتران في كم نقطة؟ في نقطتين. في كم نقطة بمس الاقتران؟ أو عفوا مش بمس، يمر في نقطتين. لكن القاط المماس بمس في نقطة واحدة اللي هي حديثنا مبدئيا عنها من الرسم ومن شكلها. طبعا هذا الشكل والرسم راح نفصله تفصيل نستنتج منه كثير أشياء. طيب الآن نطلع على الشكل، بنلاحظ أنه نقطة التماس نقطة شو مالها؟ مشتركة بين المماس وبين المنحنى، يعني بين قوسين هاي النقطة تقع عليهم الاثنين. بما أنها بتقع على f of x معناتها إيش مالها؟ بتحققه اللي هي الجملة الأولى. طيب الجملة الثانية إيش ممكن نستفيد؟ راح نحكي لك بينها إيش؟ تحقق المماس. تحقق مين؟ المماس. طيب نيجي الآن على الخط الأزرق. الخط الأزرق اللي بتشوفه هون هذا إيش بنسميه؟ العمودي على المماس. العمودي، مش تحكي لي العمودي وتسكت، تحكي لي العمودي على مين؟ على المماس. لأنه ممكن بالأمثلة بس نوصل يكون في عندك خطين عاملات تعامد، واحد منهم العمودي على المماس والآخر يكون عمودي على شيء آخر مختلف تماما. طيب الآن بما أنها النقطة حققت f of x لأنها تقع عليه، حققت المماس لأنه إيش ماله بنلاحظ؟ المماس شو ماله؟ بمر فيها، هي بس نقطة واحدة على طرف الاقتران مر فيها مين؟ المماس. راح نلاحظ الملاحظة الثالثة إنه النقطة جاية على مين برضه؟ على العمودي. على مين جاية؟ على العمودي. إذا الآن إيش هون نكتب له؟ نكتب له تحقق العمودي على مين؟ على المماس. طيب الآن يا أستاذ بما أنه العمودي على المماس سمي بالعمودي لازم يصنع مع المماس زاوية كم مقدارها؟ 90 درجة. إذا هاي الزاوية بالداخل كم؟ 90 درجة على أيام الدرجات. يعني عندك مماس، عندك عمودي على مماس، وعندك مين؟ F بينهم الاثنين. طبعا سؤال بسيط جدا، f of x هون احنا وين حاطينه؟ في منطقة الربع الأول بين ال x الموجب وال y الموجب. طب سؤال، هل يمكن انه يكون بالربع الثاني؟ ممكن. هل يمكن يكون بالربع الثالث؟ ممكن. هل يمكن يكون بالربع الرابع؟ ممكن. طيب كيف بدي أقدر أحكم تعميم أو شكل أعمم عليه على بقية الأشكال لكل f of x؟ لأن احنا بنعرف الاقترانات بشكل عام مش شرط رسمتها وين تكون، في الربع الأول، ممكن تكون في الربع الثاني، ممكن تكون رسمة المنحنى والاقتران جاي بربعين، ممكن تيجي بالربع الأول وبالثالث، وهكذا بلا بلا بلا. معنا أكثر من طريقة وأكثر من احتمال وأكثر من شيء، فبالتالي ما نحصلهم تعميم بسيط. التعميم راح يكون سر بزاوية راح نتعامل معها. هاي الزاوية هون
شو راح اسميها؟ راح اسميها ثيتا. شو راح اسميها؟ ثيتا. طيب الان قبل الحديث عن الزاويه وقبل ما نكمل راح اجي هون احكي لك ملاحظه. الملاحظه بالشكل التالي، الجزء الاول من هاي الملاحظه راح احكي لك اذا اكتبها بالاسود، اذا تعامد خطين فإن ميل الأول ضرب ميل الثاني يساوي كم؟ سالب واحد. كم بيساوي؟ سالب واحد. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام بكل وضوح وبكل بساطة انه عندك الان انت خطين في الشكل، اول خط هو المماس، ثاني خط مين هو؟ العمودي على المماس. هذول الخطين بنلاحظ ايش عاملين؟ تعامد. التعامد عندي نوعين، يا اما بعمل لك تعامد 90 درجة بكون بالشكل التالي، الزاوية كم؟ 90. وممكن اعمله هيك، كيف بيجي؟ 90. عندي تعامد اخر، كيف التعامد الاخر؟ انه يكون ضلع لوين؟ لتحت. كم الزاوية اللي صنعها؟ 270. ممكن يكون هيك، كم الزاوية اللي صنعها؟ 270. فبالتالي ان الشكل تعامدا صنع زاوية كم؟ 90. دائما تحط في بالك اذا في عندك شكل جاهز، عندك f of x او g of x او h of x او q of x او r of x او s of x او كذا او شو ما كان الفانكشن او الاقتران اللي موجود معك، دائما المماس والعمودي على المماس كم الزاوية بينهم؟ 90. ماذا تعني 90؟ انا بقول لك لا، جبنا هون سيرة مين؟ ميل. جبنا سيرة مين؟ ميل. الان بالخطوط المستقيمة في فرق بين كلمة ميل وبين كلمة معادلة. طيب ميل ومعادلة بإيش رايحة تفرق أو تختلف معي؟ وقبل هيك ملاحظتنا جزئيتين، جزئية بتخص مين؟ التعامد، إنه إذا بتعامد خطين ميل الأول أضربه ميل الثاني بيعطيك كم؟ سالب واحد. طيب الجزئية الثانية من ملاحظتنا نكتبها هون، إيش بتحكي لك؟ بتحكي لك إذا توازى خطين، إذا إيش ماله؟ توازى خطين. إذا توازى خطين فإن ميل إيش؟ ميل الأول ضرب ميل الثاني يساوي سالب كم؟ سالب. أو عفوا مش ميل الأول يساوي، آسف ميل الأول بده يساوي مين؟ ميل الثاني. إذا توازى خطين ميل الأول يساوي ميل الثاني، هون إذا ضربناه لبعض ناتج ضرب الميلين كم بيعطينا؟ سالب واحد. طيب كيف بدنا نستثمر هاي الأمور؟ قبل ما نستثمر هاي الأمور لاحظ الخطوط المستقيمة في عندي حالتين مهمات جدا لازم أعرفهم عنهم. إيش الحالتين؟ الآن هذول القلمين، القلم الأحمر والقلم الأزرق. الآن هذول القلمين إذا حطيتهم أنا بالطريقة هاي بلاحظ إيش مالهم؟ متوازيات، صح ولا لا؟ حطيتهم هيك متوازيات، حطيتهم هيك متوازيات، حطيتهم بالطريقة هاي متوازيات. شو معنات متوازيات؟ كل واحد إله ميل بشبه ميل مين؟ الثاني. طيب شو الحالة الثانية؟ إنهم يتقاطعوا أو يتعامدوا. ما معنى إنهم يتقاطعوا أو يتعامدوا؟ معنى هذا الكلام إنه ميل الأحمر إذا بدك تضربه ميل الأزرق بده يعطيك كم؟ سالب واحد. طيب بتلاحظ كل ما أجيب لك سيرة خط بجيب لك سيرة مين؟ ميله. بجيب لك سيرة مين؟ ميله. ماذا يعني ميل الخط أو الخط؟ دائما علاقته مين هي؟ ميله. الآن هون بالبوكس الأزرق هذا اللي أنت بتشوفه راح نكتب لك تنويه. شو راح أكتب؟ تنويه. مهم جدا. شو يعني تنويه؟ attention، صح؟ لا مش قاعدين نترجم عربي انجليزي، احنا قاعدين بدنا نفهم، صح؟ التنويه
بالشكل التالي، انه دائما الناطق الرسمي باسم الخط المستقيم، دائما الناطق الرسمي باسم الخط المستقيم ميله. مين هو؟ ميله. يعني أي خط أنا بتعامل معه دائما وأبدا اللي بده يعبر لي عن هذا الخط أو الشيء اللي بيهمني في هذا الخط شو هو؟ ميله. شو هو؟ ميله. تمام؟ فالآن لاحظ، إذا عندي بيتعامد خطين، ميل الأول إذا ضربتم ميل الثاني بيعطيني سالب واحد، وميل وإذا توازن، ها توازن خطين، هاي حالات مشهورة بين الخطوط، لازم ميل الأول يساوي ميل مين؟ الثاني. طيب يا أستاذ، هل هذا هو اللي بده إياه؟ لا، هو بده تمسك هذول المعلومتين عشان ننتقل للجزئية اللي بدنا إياها بدرسنا. الجزئية بالشكل التالي، إنه الآن أنت عندك كل خط مين بيعبر عنه؟ ميل، صح ولا لا؟ جميل. الآن إحنا كنا زمان إيش نيجي نحكي؟ الصيغة العامة للخط. شو كانت الصيغة العامة للخط؟ اللي هي AX زائد مين؟ زائد B. AX زائد مين؟ زائد B. طيب جميل جدا. الآن نيجي بالله نعلق على معادلة الخط. معادلة الخط إيش كانت بتحكي لنا؟ AX زائد B. شو الشرط؟ كنا بدنا A ما تساوي صفر، لأنه إذا A ساوت صفر اختفت X، شو بضل عندي؟ العدد الثابت. وهذا الكلام حكناه من مين؟ من الاقتران الخطي. من الاقتران مين؟ الخطي، وهو أحد أنواع كثيرات الحدود. وبالمناسبة A و B أعداد شمالهن حقيقية. A و B بنتمن لمين؟ بنتمن للريال نمبر، اللي هي الأعداد إيش مالها؟ الحقيقية. طيب إذا هاي اللي كتبناها هون، هاي مين هي؟ صيغة مين؟ الخط المستقيم. طيب الآن من صيغة الخط المستقيم بلاحظ أني استخدمت مين؟ A و B. والرتبة تبعت X، شو يعني الرتبة؟ أعلى أس موجود عندي لX كم؟ واحد. أعلى أس لX مين هو؟ واحد. فالآن A راح نسميها شيء، و B راح نسميها شيء معين. الآن A شو راح نسميها؟ راح نسميها ميل الخط. إذا بنلاحظ A اللي هي معامل X مين هي؟ ميل الخط. إذا ميل الخط المستقيم مين هو؟ معامل X. وB مين هو؟ المقطع الصادي. المقطع مين؟ الصادي اللي كنا نسميه زمان، اللي هو المقطع مين؟ واي. مقطع واي. شو يعني مقطع واي؟ أين يقطع محور واي؟ أين يقطع أو يمر من محور واي؟ ببساطة لو حكيت لك 2x زائد 1، هذا خط مستقيم ميله كم؟ 2. ومن وين بيمر من الصادات؟ الواحد. إذن يمر محور صادات أو محور واي من وين؟ من عند مين؟ من عند الواحد. من عند مين؟ من عند الواحد. يعني 100% لما تيجي ترسمه من عند الصادات واحد راح يمر من وين؟ من هون طبعا. أو عفوا، هو متزايد، كيف راح يجي؟ راح يجي هيك شكله. طيب الآن مش محور حديثنا شكل الخط من وين يمر أو كيف بده يمر، مع أنه حين في دروس لقدام راح ننجبر نعرف الخط المستقيم من وين راح يمر. راح نصير نحكي لك مرة بتأخذ لي قيمة X صفر، ومرة بتأخذ لي قيمة مين؟ Y صفر. طيب الآن سؤال بسيط، ليش أنا ذكرت لك هيك شكل معادلة الخط؟ أنا بقول لك ليش ذكرت لك شكل معادلة الخط، لأنه أنت عندك المماس هون إجباري شو بيكون له معادلة؟ خطية. خلنا نتخيل معادلة المماس مين هي؟ A X زائد B. هاي A X زائد B، هاي معادلة مين؟ المماس. معناتها العمودي كيف تتيجي معادلته؟
الميل تبع المماس مين؟ ايه بنلاحظ من الصيغه العامه. فبالتالي ميل العمود ايش بده يكون؟ سالب واحد على مين؟ على ايه؟ اكس زائد هون راح نسمي العدد شو؟ سي، لانه سالب واحد عليه بس تضربها راح تغير. اذا هاي معادله مين؟ المماس تخيلها. هاي معادله مين؟ العمودي. فبنيجي الان هون لملاحظات نقطه التماس. اول الملاحظات هاي حكينا لك انها بتحقق مين؟ اف اوف اكس. شو يعني بتحقق اف اوف اكس؟ يعني صوره احداثي اكس. شو يعني الصوره؟ يعني تعوض احداثي اكس باف. فورا راح يعطيك مين؟ واي. راح يعطيك مين؟ احداثي واي في نقطه مين؟ التماس. طيب الان ما معنى قولنا تحقق المماس؟ نطلع على المماس شو معاملته، معادلته اي اكس زائد بي. واحنا كنا متعودين زمان اي معادله خط او شيء تربيعي او كذا ايش نسويها؟ بواي، صح ولا لا؟ فبنلاحظ لو عوضنا بدل اكس اكس واحد قديش راح تطلع قيمه واي؟ واي واحد. اذا راح نستنتج بانه واي واحد تساوي مين؟ اي اكس واحد زائد مين؟ زائد بي. تمام؟ هاي معنات انه يحقق مين؟ المماس. يعني انك عوضت احداثي اكس بنقطه التماس يعطيك احداثي مين؟ واي. ويحقق اف اوف اكس معناته اذا عوضت داخل اف قيمه اكس واحد كم بده يعطيك الجواب؟ واي واحد. تحقق العمودي على المماس نعملها هون، يعني بدك تعوض بدل اكس كم؟ اكس واحد، وهي كلها شو بتعطيك بالمناسبه برضه؟ واي، لان تعودنا اي معادله بنسويها مين؟ اي بواي. فراح تعطينا سالب واحد على اي اكس واحد زائد مين؟ سي. هي كلها مين راح تساوي؟ واي واحد. اذا اول شيء استنتج لي اياه انه عندك نقطة التماس احداثياتها اكس واحد واي واحد تحقق اف اوف اكس، تحقق المماس، وتحقق العمودي على المماس. طيب هل هذا اللي بدنا اياه فقط؟ لا، هاي اول ملاحظة او معلومة بدي تجمع لي اياها في ذهني. هاي بما يخص مين؟ نقطة التماس. طيب الآن بدنا نحكي عن مين احنا؟ بدنا نحكي عن ميل المماس. مين بدنا نحكي عن ميل مين؟ المماس. في فرق بين ميل ومعادلة، في فرق عن لما نحكي ميل المماس أو لما نحكي إيش؟ معادلة المماس، في فرق بينهم جوهري جدا جدا. أحيانا في مسائل بيكون طالب منك هو بده ميل المماس وليس المعادلة، بتروح أنت إيش تشتغل على المعادلة، وأحيانا ممكن أنك إيش تعمل العكس. إذا الآن الجزئية الثانية بدنا نشتغل عليها ميل المماس وميل العمودي على مين؟ على المماس. ننتبه الآن. الآن المماس اللي موجود عندنا اتفقنا انه مهما لفنا لفينا ومهما رحنا ومهما اجينا انه دائما الميل تبعه مين بده يكون؟ معامل اكس، زيه زي اي خط. وقبل شوي سمينا من عنا A و B، وحكينا لك لو معادلة الخط AX زائد B فورا ميل الخط ايش لازم يطلع؟ لازم يطلع A. طيب هل هاي الملاحظة لوحدها تكفي؟ لا، وجد عمليا بأن ميل المماس لمنحنى F of X، يعني لو عندك مماس زي هذا الأحمر ماس الـ F نقطة التماس هاي عند X تساوي X واحد، يعني وين؟ عند قيمة مين؟ X واحد يساوي المشتقة لمين؟ للاقتران F. وبداخل المشتقة ايش لازم اعوض؟ لازم اعوض قيمة مين؟ الاكس
واحد. لازم اعوض مين؟ لإكس واحد. هاي القيمة اللي شايفينها اللي احنا كتبناها، هاي بدي اياها دائما ترسخ في ذهنك. ترسخ في مين؟ في ذهنك. يعني بالاي خط مستقيم كان مماس لمنحنى اقتران اف، لازم المشتقة عند اف عند قيمة اكس من نقطة التماس تساوي مين؟ ميل هذا المماس، او ميل هذا الخط اللي احنا خصصناه اللي شو سميناه؟ المماس. طيب الان لما بدنا نيجي نحكي لك ميل العمودي على المماس، ميل العمودي على المماس لمنحنى f of x عند x تساوي x واحد يساوي احنا ميل المماس شو سوا؟ المشتقة عند قيمة مين؟ x واحد. يعني اشتق f عوض لي بدل كل x بكم؟ x واحد. يعني طلب ميل المماس عند الاثنين، تعوض بدل x واحد بكم؟ اثنين. طيب الآن طلب هون مين؟ العمودي. دائما ميل المماس إذا بدك تضرب ميل العمودي شو بيعطيك؟ سالب واحد. ليش؟ لأنهم متعامدين، فبالتالي ميل كل واحد يساوي سالب واحد على ميل الثاني. يعني ميل المماس يساوي سالب واحد على ميل العمودي، وميل العمودي يساوي سالب واحد على ميل المماس، وميل المماس مين هو؟ المشتق عن مين؟ عند إكس واحد. فبالتالي بنلاحظ إنه عندي أشهر خطين متعامدين، مين هن؟ هن المماس والعمودي على المماس. كل واحد ميل كل واحد منهم يساوي سالب واحد على ميل الآخر. طيب هل هذا هو فقط اللي بده إياه؟ لا، للأسف إنه إيش؟ لا. طيب الآن نلخص أمورنا. لغاية الآن إحنا استوعبنا شغلتين من الرسم. في عندي نقطة اسمها نقطة التماس. نقطة التماس هي شو قصتها؟ قصتها انه الكل مختلفين بس وين بتفاهموا؟ عندها. يعني لاحظ المماس صار هو خط، اي خط بالعالم هو عبارة عن عدد لا نهائي من النقاط مصطفى هيك هيك ها 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 جنب بعضها. احنا بنحكي هندسيا، هندسة احداثية، نقاط تصطف بتكون خط. بالمناسبة شو الفرق بين الخط والقطعة المستقيمة والشعاع؟ الخط المستقيم ليس له نهاية وليس له بداية. القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية. الشعاع له بداية وليس له نهاية، ولربما له نهاية وليس له بداية. طب ايش معناهم كلهم؟ احنا حكيناهم عاميا. معناهم كلهم ادهاد بده فيديو اخر كيف الفرق بينهم والاخطاء المفاهيمية اللي بتصير. مش موضوعك انت كتوجيهي انك تجاوبني عليها. طيب الان كتوضيح بسيط جدا، احنا حكينا انه الخط شو ماله؟ مجموعة من النقاط. لاحظ لو تخيلت عندك هاي النقطة، هاي الصغيرة، اجيت بدي اكبرها هون. هاي النقطة هل هي نقطة تماس؟ لا، ليست نقطة تماس. طيب شو اللي عرفك انها ليست نقطة تماس؟ لانها ما حققت اف، ما حققت العمودي. فبلاحظ انه في عندي كثير نقاط على المماس سايبات، وعندي كثير نقاط على العمودي برضو سايبات، وعندي حتى نقاط على F نفسه سايبات هون كله. بس هاي النقطة مميزة، سميت إحداثياتها X1 وY1، حكيت عنها بالجزئية اللي سبقت نقطة التماس. تحقق F، تحقق المماس، تحقق العمودي. تحقق F يعني داخل F كل قيمة X إذا عوضت بدالها قيمة X1 اللي حثت عندها التماس تعطيك مين؟ Y1. طيب تحقق المماس انك اذا عوضت بدل x قيمة x1 فورا بده يعطيك مين؟ y1 في معادلته، لانه خط هو بالاخر المماس والعمودي على المماس كذلك. طيب الان ننتقل للجزئية التالية، الجزئية التالية اللي هي معادلة المماس. الان بدنا نتابع الحديث عن الجزئية التالية، الجزئية الثالثة من هاي الرسمة، وهي معادلة المماس ومعادلة العمودي على المماس. يعني الآن الخطين المستقيمات اللي كانوا موجودات معي بالرسمة بدي أدخل في عمقهن أكثر. أول شيء منهم مين هو؟ المماس. وثاني مين؟ الخط اللي هو ثاني أنواع الخطوط اللي هو مين؟ العمودي على المماس. الآن يا أستاذ انتبه وركز معي هون.
الآن بنعمل لك تذكير من صفوف سابقة. التذكير بخص جزئيتين، الجزئية الأولى ميل الخط والجزئية الثانية معادلة الخط المستقيم. طبعا ميل أي خط مستقيم كانوا زمان إيش يحكوا لنا؟ أم يساوي أم اللي هو الميل، رمز الميل، يساوي دلتا واي على الدلتا إكس. شو يعني دلتا واي؟ يعني واي اثنين ناقص واي واحد على إكس اثنين ناقص إكس واحد، اللي هي الدلتا واي على الدلتا إكس. الآن لحتى نجيب معادلة الخط المستقيم لازم نكون هون منتبهين، هذا مين؟ للميل. هذا إيش؟ لمعادلة الخط. الآن لحتى نجيب معادلة الخط لازم نكون بنعرف ميل ونقطة. النقطة وين تقع؟ على الخط. وين تقع؟ على الخط. طيب أعطيني نقطة واقعة على الخط الأول. مين في عندك نقطة واقعة على الخط؟ في نقطة التماس. شو إحداث إياها؟ X1 Y1. جميل جدا. هذا بخص مين؟ معادلة المماس. فإذا بدي أجي أكتب معادلة المماس أنا راح أجي أحكي لك Y ناقص تساوي ميل المماس في X ناقص. الآن XY هاي إيش بدها تضل؟ هاي تبقى بالمعادلة، وهاي شو مالها برضو؟ راح تبقى بالمعادلة، هاي برضو تبقى. طب معناتها التعديل وين صفى؟ هون. هون شو بدك تعوض؟ واي واحد اللي هو الإحداثي واي من نقطة مين؟ التماس. وهون مين بدك تعوض؟ إحداثي إكس اللي هو إكس واحد. طيب كلهم مين بدك تضربهن؟ ميل المماس، مين هو ميل المماس؟ اللي هو اف برايم لمين؟ للإكس واحد، اللي هي المشتقة عن مين؟ عند إكس واحد. إذا هاي كاملة اللي جبناها، هاي معادلة مين؟ معادلة المماس. هاي كامل معادلة مين؟ المماس. إذا نخصصها هون، هاي هي معادلة المماس. طيب الآن تحت معادلة الخط بشكل عام شو استنتجنا؟ بدنا نقطة تكون موجودة على الخط بحيث واي نطرح منها إحداثي واي من هاي النقطة، وبالعادة كنا نسميها واي نود، وإكس ناقص نقطة موجودة على الخط بنسمي إحداثياتها إكس نود، وكله مضروب مين؟ بالميل اللي هو ام، لكن مماسنا شو ميله؟ المشتقة عند اكس واحد زي الجزئية الثانية اللي اخذناها. فبالتالي معادلة العمودي على المماس ايش بدها تكون؟ واي ناقص تساوي الميل تبع العمودي في اكس ناقص. والان بنيجي هون ايش؟ نكتب معطيات العمودي. الان العمودي شو المكونات لحتى اكتب معادلته؟ عفوا ليس العمودي، العمودي على المماس. العمودي على المماس لحتى اكتب معادلته شو بدي؟ بدي نقطة عليه. فبلاحظ انه النقطة برضه بتحقق مين؟ العمودي. فراح تصير واي ناقص واي واحد تساوي ميل العمودي اللي هو سالب واحد على ميل المماس اللي هو المشتقة عن مين؟ عند اكس واحد في اكس ناقص مين؟ اكس واحد. هاي كاملة نضللها هيك بالاسود، هاي معادلة مين؟ معادلة العمودي على المماس. هاي هون معادلة العمودي على المماس. تمام؟ معادلة مين؟ العمودي على المماس. طيب إلى هنا انهينا الجزئية الأخرى اللي هي معادلة مين؟ المماس ومعادلة العمودي على المماس. إذا صرنا ماخذين ثلاث جزئيات، نقطة التماس تحقق أف وتحقق العمودي وتحقق المماس. أخذنا جزئية ميل المماس وتفاجأنا بأنه المشتقة عند قيمة X1. ميل العمودي على المماس هو سالب واحد على ميل المماس، يعني سالب واحد على المشتقة عند قيمة X1. والجزئية الثالثة معادلة المماس ومعادلة العمودي على المماس. ذكرناك بالخط المستقيم حتى تقدر إيش أنك تجيب معادلته. وتنويه بسيط من أحد الأفكار الخبيثة اللي موجودة بالدرس بتغيب عن ذهن الطلاب، أنه لو عندك نقطتين على المماس، أعطيتك هاي النقطة مثلاً، سميت لك إحداثياتها X2 مع Y2، تيجي أنت بالسؤال لما بعطيك أنا هاي النقطة أحياناً شو بتعمل بيها؟ تلتخم، فكر لي إياها نقطة مين؟ التماس. هاي النقطة ليست نقطة التماس، هاي نقطة أخرى موجودة على الخط، بقدر بين النقطتين أوجد الميل، لأنه أي خط حتى ألاقي ميله شو بدي؟ دلتا Y على دلتا X، يعني بدي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1. خلي لي هاي المعلومة بذهنك وبراسك. الآن ننتقل للجزئية الرئيسية
الرابعة موضوع هاي الرسمة اللي هي جزئية مين؟ جزئية الزاوية ثيتا، شو قصتها وشو اللي جابها معنا هون. الآن ببساطة رح نيجي نحكي لك بأنه ثيتا هي زاوية، صح؟ مين عملها؟ ضلعين أو شعاعين، اللي هو الإكس الموجب مع مين؟ مع المماس. إذا ثيتا هي الزاوية التي يصنعها المماس لمنحنى اقتران وليكن اف اوف اكس عند اكس واحد مع محور اكس ايش؟ اكس موجب. محور مين؟ اكس موجب. طيب لو ذكر لي بالسؤال محور اكس سالب، محور اكس سالب لو ذكر لي اياه حول الزاويه ربع ثاني، بحيث انه قاعدة الربع الثاني هي باي ناقص اكس اللي موجودة معي الزاوية، او باي ناقص مين؟ ثيتا، هون احنا سمينا الزاوية. تمام؟ طيب وجد عمليا بانه ميل المماس يساوي مين؟ المشتقة، صح؟ لا هون ما راح نحكي المشتقة، هون شو راح نيجي نحكي لك؟ هون راح نحكي لك بانه ميل المماس ايش بيساوي؟ تان الظل الزاوية مين؟ ثيتا. ميل المماس ايش بيساوي؟ تان الزاوية ثيتا. فبالتالي هون راح نستنتج استنتاجين بانه بالاول واي ناقص واي واحد يساوي مين؟ تان الزاوية ثيتا مضروب في مين؟ في اكس ناقص اكس واحد. هاي أصبحت معادلة مين؟ المماس. يعني معادلة المماس يمكن كتابتها بطريقة أخرى بناء على مين؟ على ظل الزاوية بناء على تان الثيتا. الثيتا الزاوية اللي بصنعها المماس مع محور إكس موجب. هاي أصبحت معادلة مين؟ المماس. أصبحت معادلة مين؟ المماس. ولو بدنا نكتب معادلة العمودي على المماس، شو اللي راح يصير معي؟ راح يصير معي برضو واي ناقص واي واحد، لأنه واي واحد تقع على مين؟ على المماس والعمودي طبعا، تساوي سالب واحد على مين؟ على تان ثيتا. كنا نكتبهن سالب واحد على اف برايم في كذا، على اكس ناقص اكس واحد، على اكس ناقص مين؟ اكس واحد. هاي الجزئية مين؟ السادسة، أو عفوا الجزئية الرابعة اللي موجودة معي مين؟ برسمتي اللي موجودة هون. الجزئية السادسة طبعا اللي هي من الدرس تبعنا كامل، اللي هي مين؟ التطبيقات الهندسية. طيب الآن أنهينا الحديث عن مين؟ عن الزاوية. الآن تبقى علينا جزئية أخيرة بدنا نتحدث عنها، شو هي؟ هي مساحة المثلث. طب أي مثلث يا أستاذ؟ طلع لي على الشكل. الآن أنت بتلاحظ أنه المماس والعمودي على المماس ومحور إكس شو عملن؟ عملن المساحة هاي اللي أنا قاعد بشفر فيها وبغطيها. هذا ايش ماله؟ مثلث. اي مثلث بالعالم شو له؟ له رؤوس، ثلاث نقاط. بلاحظ نقطة التماس رأس فيه بسميها A، وعندي رأس ثاني شو بسميه؟ B، وعندي رأس ثالث شو بسميه؟ C. فالآن ما بدي اجي احسب مساحة المثلث، والقانون مهمنا جدا لدروس اخرى زي المعادلات المرتبطة بالزمن وغيره وغيراته. راح نستخدم ايش؟ قانون مساحة المثلث، وعندنا قانونين، نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع، في عندنا قانون راح نسميه قانون الجيب. شو راح نسميه؟ قانون الجيب. طيب أستاذ كيف ممكن أن نوضحهم بالشكل التالي؟ نيجي الآن بداية، إحنا عن مين بدنا نحكي؟ عن مساحة المثلث. مساحة رمز المثلث، مين المثلث اللي موجود عندي؟ A B C. A B C دائما مساحة أي مثلث شو هي؟ نص ضرب
B ضرب H. الآن H شو قصدي بيها؟ الارتفاع. شو قصدي بيها؟ الارتفاع من كلمة height، تمام؟ وB من كلمة base اللي هي مين؟ القاعدة. اللي هي مين؟ القاعدة. يعني ببساطة الآن هذا من B إلى C، فلاحظ أنها كاملة، هاي مين هي؟ B البيز للمثلث، قاعدة المثلث. وبلاحظ من A للعمودي هذا اللي نازل لهون، انتبه مش من A ل C، هذا إذا بتلاحظ وتر لمثلث فيثاغورس من هاي الجزئية. يعني لو سمينا هاي النقطة أو الإحداث هذا اللي هون X1، شنو راح يصير عندك يا أستاذ؟ أنا بقول لك إيش راح يصير عندك. راح يصير معك من A ل X1، تمام؟ هذا مين هو؟ H. ومن B ل C اللي هي B. إذا B برسمتنا مين هي؟ هي B C، طول القطعة B C. لكن H مين هو؟ هو طول القطعة A X1، تمام؟ طبعا X1 أنت راح تقول الأستاذ قيمة ليست نقطة. لا بل هي نقطة. ليش؟ لأنه محور X أي نقطة إحداثي Y صفر، فبتصير X1 مع مين؟ مع صفر. X1 مع مين؟ مع صفر. طيب هل هذا هو الشيء اللي احنا قاعدين بندور عليه انه نسميهن A و B و C؟ لا، انا بدي الاقي آلية ايش اعمل؟ الاقيهم، صح؟ الاقيهم. طيب انا بقول لك كيف بنلاقيهم. مساحة المثلث تكتب لك اياها هون بالازرق، النص عدد ثلاث. طيب B اترك لي اياها شوي. H H دائما بتساوي مين؟ Y1. طب شو جاب Y1 للموضوع؟ انا بقول لك شو جاب Y1 للموضوع. لا، H اللي هي الهايت، هذا اللي هو جوا، مين كونها؟ A مع X1. مين اللي كونها؟ A مع X1. طيب اذا هي اجت ايش مالها؟ عمودية فورا على مين؟ او رأسية فورا على مين؟ على X1. بما انها رأسية على X1، إذا قيمة Y اللي بتقابلها تعطيك الارتفاع كامل. مين هو الارتفاع؟ H. إذا من هون لهون تقدر إيش تحكي لي؟ H، لأنه أي نقطة إحنا بنعرف الإحداثي X وإحداثي Y، فبالتالي H مين هي؟ Y1. طيب الآن كيف بدي أجيب B و C؟ طيب إذا جبت B و C كإحداثيات تقدر تجيب طول القاعدة؟ كيف يعني؟ يا أستاذ لو كانت إحداثي X1 وهي إحداثي X تبعها 6، إذا اشتلع طول القاعدة 5 مثلا. طيب لو كان إحداثي X هون 2 وإحداثي X هون يساوي 7، كم بطلع برضو طول القاعدة؟ 5. طيب كيف بدي أجيبهم؟ أنا بحكي لك كيف بدي أجيبهم. الآن في عندنا كلمة مفتاحية في التطبيقات الهندسية بتضل بذهنك، يقطع محور X، وكلمة يقطع محور Y. الآن ماذا تعني كلمة يقطع محور X؟ يقطع محور X دائما Y يساوي كم؟ صفر. شو يعني Y يساوي صفر؟ هاي معادلة محور X. محور X اللي انت بتشوفه اي نقطة عليه احداثي Y دائما كم؟ صفر. مين بضل عليك تجيب؟ احداثي X. شو بدك تسميه هون؟ سمي لي اياه مثلا Q، تمام؟ وهون احداثي Y ايش بيساوي للنقطة B؟ صفر. ليش؟ لانها جاي على محور X. والاحداثي هون شو تسمي لي اياه مثلا؟ S، تمام؟ اذا مين صفى عليك المجاهيل؟ Q و S. طب Q و S كيف بدك تجيبهم؟ هلا بحكي لك كيف بدك تجيبهم، بس بداية تركز معي. يقطع محور Y العكس، شو بده يكون؟ X يساوي صفر، وهي معادلة محور مين؟ معادلة محور Y. معادلة مين؟ محور Y. إذا X يساوي صفر هي معادلة محور Y، و Y تساوي صفر هي معادلة محور X. ليش؟ لأنه على محور X أي نقطة إحداثي Y صفر، وعلى
واي محور واي اي قيمه لاكس كم بتساوي صفر، يعني زي واي واحد اذا حبينا نكتبها كنقطه شو بتتكون؟ صفر مع واي واحد. صفر مع مين؟ مع واي واحد. فبالتالي كيف بدنا نجيب قيم مين؟ كيو واس. قيم مين؟ كيو واس. طيب امور بسيطه جدا الان ببساطه. احنا اتفقنا مساحة مثلثنا شو هي؟ باللون الازرق اللي هي اعطتنا مين؟ نص ضرب طول قاعدتنا، قاعدتنا مين راح تكون؟ اللي هي قيمة كيو اخر قيمة هون ناقص قيمة مين؟ اس. كلها مضروبة مين؟ مضروبة باتش بالهايت بالارتفاع اللي هو مين كان؟ واي واحد. هاي مين هي؟ مساحة المثلث في التطبيقات الهندسية. طيب كيو اس كيف بدنا نجيبها؟ انا بعجب احكي لك انتبه معي هون. الان اس كيف بدنا نجيبها؟ اس انا بحكي لك كيف بدنا نجيبها. ركز عند اس مين قطع محور اكس، العمودي ولا المماس؟ العمودي. فالان نيجي نحكي له عوض قيمة واي تساوي صفر. ليش؟ لأنك أنت قطعت مين؟ محور X. وين؟ بمعادلة العمودي. مش العمودي خطه إلى معادلة زي ما عرفنا قبل شوي. فورا تطلع معك قيمة X بالمعادلة. قيمة X هاي مين هي؟ هي نفسها S. طب Q عفوا اللي حسبناها هاي Q. طيب S كيف بدنا نحسبها؟ S منيجي بنحكي له عوض قيمة. انتبه تلاقي اس مين اللي قطع محور اكس؟ المماس. اذا عوض قيمة واي تساوي صفر لاني قطعت محور اكس بمعادلة مين؟ المماس. وفورا لما تعوض قيمة واي صفر شو بضل معك؟ قيم اكس معادلة، بس تلاقيها مين بتكون؟ هي قيمة مين؟ اس. فبالتالي إذا قطعنا محور X قيمة Y تساوي صفر، وإذا قطعنا محور Y قيمة X إيش بتساوي؟ صفر. الآن أصبح لدينا عدة جزئيات في رسمتنا. أول الجزئيات هاي نقطة التماس، تحقق F وتحقق العمودي على المماس، تحقق المماس. عندي ميل المماس اللي هو المشتق عند قيمة X واحد، وهو تفاجأنا بأنه التان لهي الزاوية ثيتا، الزاوية اللي بيصنعها المماس مع محور X موجب. وبرضه كمان استنتجنا مساحة المثلث، وكتبنا لكم صيغة معادلة للمماس ومعادلة العمودي على المماس، واتفقنا انه اي خطين بتعامد الميل الاول يساوي سالب واحد على ميل الثاني، او ميل الثاني يساوي سالب واحد على ميل الاول، او اذا ضربت ميلينهم ببعض يعطنك سالب واحد. ومن التوازي ميل المماس هذا يساوي ميل المماس. طيب الان رسمتنا تقريبا شبه انتهت. طب ليش انا حكيت لك شبه؟ يعني في بالي اشي ثاني؟ شو الاشي الثاني اللي ببالي؟ الاشي الثاني اللي ببالي بدنا نحكي عن مماسات خاصة. ايش بدنا نحكي؟ عن مماسات خاصة. هسا بنيجي نحكي لك شو قصدنا بالمماسات الخاصة. الآن هون راح نحكي لك مماسات خاصة. المماسات الخاصة أول أنواع هاي المماسات المماس الأفقي. ثاني المماسات تاي اللي نحكي عنها اللي هو مين؟ المماس الرأس. طيب شو الفرق بين المماسين؟ راح تحكي لي واحد هيك واحد هيك. هذا الكلام مرفوض. احنا بدنا نوضح الكلام بناء على رياضيات. طيب بريك دقيقة وراجعين. الآن المماس الأفقي بدي تاخذ لي عنه معلومة بسيطة جدا، انه ايش ماله؟
يوازي محور إكس يوازي مين؟ محور إكس. ليش بيوازي محور إكس؟ ميله يساوي صفر. ميله إيش يساوي؟ صفر. طلع لي محور إكس أنت تحت، أي مماس أفقي راح يوازي. إذا خطين توازن لهما نفس الميل، محور إكس ميله صفر، فبالتالي المماس معك الأفقي شو راح يكون ميله؟ صفر. فالآن انتبه هون، طب كيف نوضح هذا الموضوع على الرسم؟ بسيط جدا، لو عملنا لك مستوى ديكارتي هيك صغير كتكوت، يجينا عملنا لك هاي اف اوف اكس، وعملنا لك مستوى ديكارتي اخر، حكينا لك هذا هون اقتران عليه، جي اوف اكس، راح تلاحظ بانه هون في عندك نقطة معينة، هاي النقطة هون شو بنسمي إحداثياتها؟ X1 Y1 زي ما تعودنا بتسميتنا، وهون شو رح نسمي إحداثياتها؟ Y1 و X1. هون ننتبه، هون بنلاحظ إيش رح نصنع؟ مماس أفقي، بإيش رح نصنع لك إياه؟ باللون الأحمر الأزرق عفوا، هاي مماس أفقي. لو سميته بيتا هذا المماس، هذا خط بيتا، لاحظ بيوازي محور مين؟ اكس. ميله كم؟ صفر. طب ميله كيف نجيبه؟ مهو مماس، مس في نقطة. ميل المماس شو كان؟ المشتق عن مين؟ عند قيمة اكس اللي هي اكس واحد، كم بتتساوي؟ صفر. كم بتتساوي؟ صفر. طيب بنلاحظ انه برضه هذا المماس لو عملنا له شفت، نزلنا له تحت مثلا، ها راح نلاحظ انه محور اكس نفسه بزبط يكون مماس ايش ماله؟ افقي. يكون مماس ايش ماله؟ افقي. لو كان عندك اف هيك جاي، صح؟ ايوه. الزاوية اللي بيصنعها كم؟ باي. كم الزاوية اللي بيصنعها؟ باي. اللي هي كانت زمان ايش تعادل؟ 180. ايش كانت بتعادل؟ 180. قديش ظل ال 180؟ صفر. اللي هو التالي ال 180 كم؟ صفر. مش احنا حكينا محور اكس موجب، اجى نفسه هون هو المماس، الزاويه اللي بينهم كم؟ 180. اجن شو مالهن؟ تعاكسات، صح؟ او اجن الثنتين شو راكبات على بعض، يعني ممكن برضه ايش تكون الزاويه؟ صفر، لانه محور اكس رايح للما لا نهايه وللسالب ما لا نهايه، وبالتالي المماس نفس السيستم. فاحنا بنعرف بانه هاي نفسها مين؟ تان الزيرو، تمام؟ هي نفسها تان لمين؟ للزيرو اللي هي الزاوية صفر، لأنهم اثنين شو مالهم؟ منطبقات على بعض. إذا ميل المماس الأفقي كم بيساوي؟ صفر، اللي هو المشتق عند إكس واحد، أو ممكن هو ظل مين؟ الزاوية صفر. ممكن هون برضو إيش نصنع برضو كمان؟ مماس أفقي آخر. طب نيجي هون، هذا المماس هون شو سمى لي؟ رأسي. ممكن يجي بالشكل التالي، يكون عندك F of X هيك بالشكل التالي، هون بالمناسبة لأنه سمينا جي اوف اكس، يعني مشتق الجي عند قيمة اكس واحد كم بتساوي؟ صفر. مشتق الجي عند قيمة اكس واحد كم بتساوي؟ صفر. هون اف مماس ايش ماله؟ رأسي. كيف مماس رأسي؟ هون المماس الأفقي ايش اجا؟ يوازي محور اكس ويعامد مين؟ محور واي. ويعامد محور واي، يعني هذا المماس لو مديته راح يعامد مين؟ واي. هيك راح يجي محور واي رأسي، فراح يعمل زاوية كم؟ 90. هذا ايش ماله؟ يوازي محور واي. يعني لو حكيت لك عندك مماس يوازي محور واي، شو بيكون المماس؟ رأسي. او يعامد محور اكس، يعامد محور ايش؟ اكس. هون انتبه، هذا المماس بنلاحظ انه بيصنع مع محور اكس زاوية كم؟ 90 درجة، اللي هي باي على 2. تان 90 ظل الزاوية اللي بيصنعها مع محور الاكس الموجب، هي الزاوية صنعت من ايش؟ من ضلع محور اكس موجب والمماس الرأسي. بنلاحظ انه تان 90 كم بيساوي؟
ساين التسعين على مين؟ على كوساين التسعين. ويساوي كم ساين التسعين؟ واحد على كوساينها صفر. واحد على صفر شو مالها؟ قيمة غير معرفة. قيمة شو مالها؟ غير معرفة. بمعنى آخر، المقام دائما في الميل أو في المشتقة إيش بيعطيك؟ صفر. لأنه لاحظ كوساين التسعين في المقام هون أجت كم أعطت؟ صفر. هذا أمثلته قوية جدا وين موجودة؟ في الاشتقاق الضمني. في الاشتقاق الضمني، وهو من آخر الدروس الوحدة هاي اللي إحنا قاعدين نتعامل معها. طيب هون وضحنا بناء على مين؟ على الزاوية. طب الآن المشتقة عنده F برايم، طبعا هو عند مين بيصير؟ عند قيمة اسمها X1. للX1 شو نسميها المشتقة لما بتعمل غير معرف؟ تكون المشتقة شو مالها؟ غير موجودة. كيف يعني المشتقة غير موجودة؟ الأمور بسيطة جدا جدا، بدنا نعطيك إياها على إيش؟ الاثنين على رسمة عشان تقدر تميزنا إياها. ركز معي إيش اللي راح نعمله بالضبط. الآن مثال بسيط جدا. مثال الشكل المجاور يمثل منحنى f of x جد. اولا مماس افقي على الاقل. ثانيا مماس رأسي على الأقل. انتبه هنا، هاي الشكل، هاي القيمة خل لي إياها سالب ثلاث، وتخيل لي F طلع بالشكل التالي. ننتبه الآن. الآن لحتى نقدر نكون مماس أفقي، المماس الأفقي إيش اتفقنا؟ لازم يكون يوازي محور مين؟ محور السيناء. طيب على F إيش بده يعمل؟ بده يعمل نقطة تماس. يعني لو إجينا الآن باللون الأحمر، إجينا مثلا على نقطة موجودة هون، النقطة اللي موجودة هون نقدر نعمل عليها مماس أفقي؟ طب ماشي، هاي مماس، هاي نقطة تماس، لكن هذا ليس أفقي. ليش؟ لأنه الاقتران بالمرحلة هاي شو ماله أصلاً؟ أملس. إحنا بنسميه شو بنسميه؟ أملس. ماذا يعني مصطلح أملس؟ بالمناسبة الكتاب على ما أذكر أنه تطرق لمصطلح أملس. أملس بيعني أنه لا يوجد ثقب، لا يوجد فجوة في الاقتران، لا يوجد عدم اتصال، ولا يوجد رأس مدبب زي المطلق، لأنه راح نفصل إحنا برضو رسمات من اقتراناتنا الموجودة معنا بالأمثلة. فبالتالي هذا المماس شو ماله؟ ليس أفقي. طيب نمسحه. طب كيف ممكن اصنع مماس افقي؟ بدي اياه يوازي محور مين؟ السيناء. طب تعال لي على النقطه هاي هون بالازرق عند الثلاث، صنعت مماس افقي ولا لا؟ صنعت. طيب معناته مماس افقي على الاقل، بدي لو واحد على الاقل، راح اجي احكي له عند مين؟ عند اكس كم بتساوي؟ سالب 2. عند اكس كم بتساوي؟ سالب 2. صنعت مماس شو ماله؟ افقي. يعني من هون بستنتج ايش؟ انه المشتقة عند السالب 2 كم بتساوي؟ صفر. لان احنا كل موضوعنا شو ماله؟ اشتقاق. كل موضوعنا شو ماله؟ اشتقاق. لاحظ هذا المماس وهذا محور مين؟ اكس. طب تطلع تقدر تطلع لي غيره؟ تقدر تطلع لي غيره؟ مين بده يطلع لك؟ هون. مين بده يطلع لك؟ هون. لاحظ
هذا مماس شو ماله؟ أفقي. طيب مماس الأفقي شرط لي إنه مستحيل يعامد محور واي؟ لا عادي، هي هون عامد مين؟ محور واي، مش هاي الواي السالب، هاي الواي الموجب، هاي مين؟ الإكس الموجب، هاي الإكس مين؟ السالب. طيب معناته الآن نيجي نقول له عن مين؟ عنده إكس كم بتساوي؟ قديش قيمة إكس صفر هذا اللي بالأزرق هون؟ قيمة إكس كم بتساوي؟ صفر. كم قيمة إكس؟ بتساوي صفر، معناته من هون نستنتج إنه المشتقة عن مين؟ عند الصفر بتساوي كم؟ صفر. كم بتساوي؟ صفر. طيب انتهى الفيلم؟ لا، ضل على يمين ألاقي مماس رأسي على الأقل. طلب مني مماس أفقي، جبت له كم واحد؟ اثنين. طلب مني مماس إيش نوعه الآن هون؟ رأسي. شو نوعه؟ رأسي. بما إنه مماس رأسي بدي أصنعه الآن. شو بدي أعمل بيه؟ بدي أصنعه. انتبه، إحنا يا شباب المماس الأفقي المشتقة عنده إيش بتساوي؟ صفر. إيش بتساوي؟ صفر. طيب المماس الرأسي المشتقة عنده شو مالها غير موجودة؟ متى المشتقة غير موجودة؟ عند أطراف الفترة المغلقة، وعند الرؤوس المدببة، وعند إيش؟ قيم عدم الاتصال. الأطراف والرؤوس المدببة استثني لي إياهن من المماسات الرأسية. المماس الرأسي وين ممكن إنك تصنعه يا أستاذ؟ ممكن تصنع لي إياه عند نقاط عدم الاتصال. لاحظ، عند القيمة 2 شو بنلاحظ؟ بنلاحظ يوجد عدم اتصال. عدم ايش؟ اتصال. شو السبب؟ وجود قفزة. وجود ايش؟ قفزة. طيب الآن انت بما انه في عندك قفزة عندها عدم اتصال، كيف بدك تصنع لي المماس الرأسي؟ باجي بصنع لك اياه هيك. طب وين نقطة التماس؟ هاي 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 هاي. ليش؟ لأن صورة الاثنين هون شو مالها؟ معرفة، لكن عملت عدم اتصال بسبب ايش؟ عدم وجود نهاية. فبالتالي من هون ايش تيجي تحكي لي؟ المشتقة عن مين؟ عند اثنين صفر؟ لا، غير موجودة، لأنه بصنع زاوية 90 مع محور اكس موجب. هيها ها الزاوية اللي صنعها هذا المماس كم تطلع؟ 90 درجة. كم تطلع؟ 90. فالآن المماس الرأسي واحد على الأقل، شو رح تيجي تحكي لي؟ عنده إكس كم بتساوي؟ 2. طب عند إكس بتساوي 2، مماس رأسي مشتقة صفر؟ لا، المشتقة شو مالها؟ غير موجودة. إذا المشتقة عند 2 إيش مالها؟ غير موجودة. وهذول كلهم راح نسميهم قيم حرجة. ليش؟ لأنه القيم الحرجة مرت معك بصفوف قبل، يا أما المشتقة عندها صفر، يا أما المشتقة عندها شو مالها؟ غير موجودة. صح ولا لا؟ فبالتالي إذا مشتقتك غير موجودة أو مشتقتك بتساوي صفر، شو عندك؟ قيمة حرجة. ولا يعني أن القيمة الحرجة بتصنع مماس رأسي أو مماس أفقي. لا، غلط. كل قيمة حرجة يا بتعمل لك مماس رأسي، يا بتعمل لك مماس شو نوعه؟ أفقي. أقنعك، أنا بقنعك، يمكن خطر ببالك رأس المدبب. هاي أحلى رأس مدبب. في فيديوهات سابقة وضحنا شوية الرأس المدبب، رح نرجع له برجوع قوي من الوضح المطلق. الآن هاي رقم 4، لاحظي هون عند النقطة هاي، هون شو قدرت أصنع لك؟ مماس أفقي، مع إنه هذا رأس مدبب، صح ولا لا؟ شو كان السبب؟ كان السبب المشتقة عن مين؟ عند الأربعة شو بتساوي؟ موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. إذا المماس الأفقي ممكن ينصنع من ايش؟ من رأس مدبب، صح؟ لا. فبالتالي هاي جزئية جدلية راح نجاوب عليها last tutorial، او مش last tutorial، the final tutorial، اخر محاضرة او اخر شيء بدنا نحكيه عن موضوع وحدة التفاضل، لان هون في سر، في سر عميق. لكن بتقدر تجزم له جزم قاطع انه لو عندك منحنى وصنعت مماس افقي مشتقة صفر. لاحظ قبل شوي احنا حكينا لك المماس الأفقي المشتقة شو لازم تكون؟ صفر. لكن عند الأربعة الرأس المدبب شو عملت المشتقة؟ غير موجودة. ليش؟ لأن الرأس المدبب بنصنع من خطين، واحد ميله موجب واحد ميله سالب، فبتصير مشتقة غير موجودة لأنه اليمين ما ساوت اليسار. فكيف راح تحكي لي مشتقة صفر؟ صح؟ ممتاز. إذا تقدر تستنتج لي أنه الرأسي غير موجودة، ما في عندك حالة رأسي تعطيك مشتقة صفر، يعني ما في العكس. هذا سببه طبعا أربع جمل تبعات نظرية الاتصال والاشتقاق. أنا
طب مماس رأسي آخر تقدر تجيب لي إياه؟ آه تقدر تجيب لي إياه عن مين؟ عند الخمسة. لكن لاحظ هون صورة الخمسة وين إجت؟ الجزئية هاي اللي فوق صح؟ إذا نقطة التماس وين راح تكون؟ هون هاي نقطة تماس. ليش؟ لأن صار في انقطاع بالرسم، مسيت من هون ومن هون لا، لأنه ما في عندي صورة. فبالتالي باجي بحكي له عن مين؟ عند X بتساوي خمسة. وشو بتكون؟ بتكون المشتقة عند الخمسة شو مالها؟ غير موجودة. تمام؟ إذا من المماسات الخاصة راح نتعامل معها المماس الرأسي والمماس الأفقي. الآن بدنا نعمل إيقاف بسيط للفيديو عشان نكتب بعض الأسئلة ونحلهن، نثبت المعلومات اللي أخذناها من رسمتنا. الآن بدنا نحل أمثلة على موضوع التطبيقات الهندسية. الأمثلة بالشكل التالي. الآن أول مثال فيهم رح نبدأ فيه بحكي لي إذا كان y يساوي 2x ناقص 4. y بنلاحظ إنه شو أعطاني إياه؟ خط مستقيم. خط شو ماله؟ مستقيم. هاي y إيش أعطاك إياه؟ خط مستقيم. الآن بما إنه y خط مستقيم وإحنا اتفقنا بإنه المماس شو ماله؟ خط شو ماله؟ خط. وبدي تحط لي معلومة براسك تضل دائما ها تنتبه لي اياها برضو تنويه، مشتقة معادلة، هاي دائما بحب اعطيها بداية الامثلة، معادلة اي خط هي ايش؟ ميله. هي شو؟ ميله. يعني هذا الخط المستقيم بغض النظر انه مماس ولا لا، قديش ميله المشتقة اللي هي كم؟ 2. اذا هذا ميله كم؟ 2. ميله كم يساوي؟ 2. بدي دائما اتبع كيف قاعد بحكي وقاعد بحلل الكلمة وبحولها لرموز ولشيء له دخل في الرياضيات عشان تكون دائما تمتلك القوة وتقدر انك تحل وتوضح. اذا هذا الخط ميله كم؟ 2. ومين هو؟ مماس. اذا هذا ميل مين؟ المماس. ممتاز. لمنحنى مين؟ f of x عند x كم بتساوي صفر. اذا هاي x اللي هي قيمة مين؟ x واحد. دائما بتيجي بعد كلمة اللي عندها، اللحظة اللي كنا نشتق عندها اللي هي x واحد، دائما هاي النقطة بتيجي بعد كلمة مين؟ عندها. اذا x واحد كم بتساوي؟ صفر. بما انه ميل المماس يساوي 2 معناتها المشتقة ها في عندنا معطيات. اول هاي المعطيات انه المشتقة عند مين؟ عند 2 او عفوا عند الصفر كم بتساوي؟ 2. مشتقة عند مين؟ عند الصفر بتساوي كم؟ 2. كيف عرفنا؟ اعطاني معادلة المماس نفسها وهي خط، ومشتقة اي خط هي ميله، اشتقيناها كم تعطينا؟ 2 بناء على قواعد الاشتقاق. وبما انه ذكر انه مماس عند الصفر معناتها المشتقة عند الصفر اللي هي قيمة x1 كم تطلع؟ 2. اذا صف السؤال شو؟ تعريف مشتقة. شو اللي عرفنا من تعريف مشتقة؟ بنلاحظ انه هو طلب نهائي. راح تقول لي يا استاذ شو دخل النهايات بالتطبيقات الهندسية؟ اه يا استاذ انت عندك لما h goes to zero تقول الى الصفر، من اول او ثاني فيديو بلشنا نذكرك فيه من اشياء مصفوف قبل اللي هي تعريف المشتقة. شو كنا نيجي نحكي لك؟ كنا نيجي نحكي لك بانه لما h تقول الى الصفر هي تعريف مين؟ مشتقة. فبالتالي لما بدنا نيجي نلاقي نكتب المشتقة للصفر حسب تعريف المشتقة شو بتعطينا؟ هي النهاية لما h تقول لمين؟ للصفر، لf العدد اللي بشتق عنده اللي هو مين؟ الصفر، زائد h ناقص f العدد اللي بشتق عنده اللي هو الصفر، الكل على مين؟ على h. الكل على مين؟ على h. إذا هون شو صفة فيك؟ صفة لازم تعمل لي إياه انك تلعب لي مين بالنهاية هاي حسب شو هي نظريات النهايات او خصائص للنهايات فينا نسميها من صفوف سابقة. ننتبه لها. الان هاي النهاية اللي انت شايفها بتلاحظ انه عندك تحت شو موجود؟ الاربعة مضروب في مين؟ في اتش. امور بسيطة، الاربعة في المقام مين هي؟ هي ربع برا، هاي ربع. شو بضل معك؟ النهاية لما h تقول لمين؟ للزيرو. ممتاز. الآن
طلع لي سالب لبرا عامل مشترك، هاي طلعنا سالب، شو بضل معي؟ اف الزيرو شو كانت موجبه؟ شو بتصير سالبه؟ هاي ناقص اف الزيرو. اف الاتش شو كانت سالبه؟ شو بتصير موجبه؟ فراح تصير اف الزيرو زائد مين؟ اتش. انتبه اف الاتش هي نفسها اف مين؟ الزيرو زائد اتش، لانه الصفر تضيفه لاي شيء يبقى الشيء كما هو. هاي سكرنا قوسنا الكل على مين؟ شو صفى معك بالمقام؟ اتش، لانه سحبنا الاربعه لوين؟ لبرا. شو صفى معك بالمقام؟ اتش. فبالتالي هي كانوا شو تساوي؟ السالب طلعوا لبرا، سالب ربع ضرب. شو بضل معك داخل النهايه؟ الان هاي اللي بدي احددها باللون الاسود، هاي المشتقة عن مين؟ عند الصفر. مشتقة عن مين هاي؟ عند الصفر. هاي اف برايم لمين؟ للصفر حسب تعريف مين؟ المشتقة. هاي من وين جبناها؟ من تعريف المشتقة عن مين؟ عند الصفر. يعني ربط لي تعريف المشتقة في التطبيق الهندسي اللي تعلمناه في هذا الفيديو. فالان بتصير سالب ربع ضرب اف برايم للصفر، كم موجودة معي؟ 2، اللي هي المشتقة عند الصفر لهذا الخط اللي هو مماس. كم بيطلع؟ 2 لما اشتقينا معادلته. فبصير سالب ربع ضرب 2، كم بيعطي الجواب؟ الآن أنت بتعرف 2 مع الأربعة بتختصر بكم؟ 2، كم بيطلع الجواب؟ سالب نص. كم بيطلع الجواب؟ سالب نص. تمام؟ تمام؟ أي شيء دائما اسأله في التعليقات. طيب نيجي الآن هون على المثال رقم 2. مثال رقم 2 إيش بحكي لي؟ إذا كان ميل العمودي، ميل مين؟ العمودي على المماس لمنحنى f of x الذي يساوي x تكعيب ناقص kx زائد 11 يساوي سالب 11 على 3. طيب الآن هو شو حكى لي؟ ميل مين؟ العمودي على المماس. ميل العمودي على المماس مين هو؟ سالب 1 على ميل المماس. ميل المماس مين هو؟ استخدم رمز المشتقة f. إذا f برايم لمين؟ ل x 1. بالمناسبة أسئلة التطبيقات الهندسية بالعادة نوعين، يا بيكون ذاكر لي نقطة التماس، يا بيكون شو عامل مخفي لي إياها. طيب الآن إذا ذكر لي معادلة أو ذكر لي نقطة التماس أو أي شيء بخصها، شو لازم يحكي لي؟ كلمة عند تساوي كذا. إذا حكى كلمة عند، إذا هي هي اللحظة اللي مطمن الاشتقاق عندها أو أطبق عندها. راح لاحظ هذا الكلام بالتطبيقات الفيزيائية، وراح نلاحظه كمان وين؟ في المعدلات المرتبطة بالزمن. فالآن ننتبه هون، الآن حكى لي عند x كم بتساوي؟ 1. إذا x 1 كم بتساوي؟ 1. إذا f برايم لمين؟ للواحد تساوي هاي اللي إحنا حطيناها هون. هاي مين هي؟ ميل العمودي على المماس. هاي ميل العمودي على المماس. ميل العمودي على المماس يساوي كم حكى لي قيمته؟ سالب 11 على 3. إذا هاي كاملة بتساوي كم؟ سالب 11 على 3. أيوة. إذا شو ضل علي أوجد؟ F برايم لمين؟ للواحد. بالمناسبة الطرفين المعادلة معي سالب، إيش رح ينزل؟ موجب. الآن نجيبها هون باللون الأسود، شو رح تصير معي؟ موجب 1 على F برايم لمين؟ للواحد. الآن بنعوضها، تساوي السالب راح، شو بتصير معي؟ 11 على مين؟ على 3. فالآن نيجي هون هيك بوكس صغير، نوجد مين؟ F برايم للإكس تساوي حسب قواعد مين؟ الاشتقاق. F برايم للإكس شو بتساوي؟ 3 إكس تربيع ناقص كي، ناقص مين؟ كي. ممتاز. احنا بدنا F برايم لمين؟ للواحد. إذا F برايم للواحد تساوي 1 تربيع 1، 3 ب 1 3 ناقص كي. فالآن F برايم للواحد كم؟ 3 ناقص كي. فالآن نيجي هون ايش نعمل؟ نسكر الصندوق أو جبه الصندوق، أنا بعتذر على فوق الخط. ايش لازم هون نعمل؟ ضرب تبادلي. شو عملت؟ ضرب تبادلي. فالآن نيجي 1 ضرب 3 3 تساوي 11 ضرب 3 33 ناقص
11 ضرب كي 11 كي. فالآن شو بنيجي بنعمل؟ بنودي 33 لهناك سالب 3 ناقص 33 سالب 30، فتصبح معي سالب 30 تساوي سالب 11 كي. من هون راح نستنتج بانه كي تساوي اقسم الطرفين على سالب 11، سالب مع سالب موجب، شو بتصفي معنا؟ 30 على 11. شو بتصفي؟ 30 على 11، وهو ايش؟ وهو المطلوب. هذول اول شو؟ اول مثالين من موضوع التطبيقات الهندسيه، يعمل ايقاف ونكتب مثالين ثانيه. ثلاث. الان حبايبي ننتقل للمثال رقم 3 والمثال رقم 4 ونحكي عن مثال رقم 5 الحقير الخطير شوي. وراح نلاحظ شغله انه بالخمس امثله شو الفانكشنز او الاقترانات اللي اخترناهم؟ اخترنا هذا الكلب، هذا الكلب شو نوعه؟ كثير حدود، صح؟ هذا الكلب شو نوعه؟ كثير حدود. هذا شو نوعه برضو الكلب؟ كثير حدود. طب انت قاعد تخوف علي يا استاذ، وين الاقترانات تبعيد درسنا؟ وين المطلق؟ فين الرجالة؟ فين؟ فين الأسي؟ فين اللوغاريتمي؟ فين الساين إكس؟ فين الكوساين إكس؟ هذول اللي أنت شايفهم الأربعة اللي ذكرناهم اللي تعلمنا اشتقاقهم بالفيديوهات السابقة، هذول لهم فيديو لحال، رح نصير نرسم كل واحد ونحكي لك بعض الأسئلة عليه وبعض الإثباتات عشان تقدر لمهارات التفكير العليا قبل ما ننزل لك الفيديو تبع حلهم. طبعاً مهارات التفكير العليا الفيديو تبعهم جاهز كامل مع كل سؤال سؤالين عكسه، كل سؤال تفكير عليا في سؤالين عكسه تماما عشان تمتلك الافكار وتكون قاضين على الدرس الاول قضيان عشان تفوت بهمه قويه جدا. لمين؟ للباقي. طب بدون تحميس نحل ايش المثالين هذول. نتابع الان. بحكي لي اذا كان اف اوف اكس يساوي اكس تكعيب ناقص 5 اكس ناقص 4. ممتاز جميل. جد معادله المماس لمنحنى اف اوف اكس عند نقاط تقاطع مع محور واي. حط لي خط بعد كلمة عنده. ذكر لك نقطة التماس؟ لا. إذا هون بنلاحظ نقطة التماس شو مالها؟ مجهولة. لازم إيش أعمل فيها؟ ألاقيها. الأسئلة نوعين بخصوص معادلة المماس أو معادلة العمودي على المماس اللي هن محور حديثنا طبعا استثنيناها من رسمتنا. يا أما بتكون نقطة التماس موجودة يا ما تكون نقطة التماس شو مالها؟ مجهولة. طيب سؤالنا هذا أعطانا إياها؟ لا مجهولة، لكن شو عمل؟ أعطاني معلومة راح تساعدني بإني أوجدهن. حكالي عند نقطة تقاطعه مع محور واي. طيب لما بده يقطع محور واي، مين هو اللي بده يقطع محور واي؟ اف، معناته قيمة اكس كم بدها تساوي؟ صفر. ما احنا حكينا يقطع محور واي اكس يساوي صفر، يقطع محور اكس y تساوي صفر، يقطع محور g of x معناتها ال f اللي معك ساوي ب g. هذيك حديث اخر رح ناخذها مثالها طبعا مع مساحه المثلث والشله هذيك. نيجي الان بدنا ناخذ x كم؟ صفر. احنا بنعرف من زمان بانه f نقدر نستبدله بايش؟ ب y، لانه على المستوى الديكارتي بدل f تقدر تقول y. فالان بنيجي بصير معك بدل f of x شو بدك تعوض y، فبتصير معك y ايش بتساوي؟ x تكعيب ناقص 5x ناقص مين؟ 4. الآن من هون ايش بدك تعمل؟ عوض الكلمة المفتاحية شو حكى لك؟ تقاطعه مع محور واي، عوض بدل x بصفر، عوض x شو بتساوي؟ صفر. الآن لما نعوض قيمة x تساوي صفر شو راح يصير عندي؟ راح تصير عندي y تساوي صفر تكعيب ناقص 5 ضرب صفر ناقص أربعة وتساوي صفر ناقص خمسة بصفر صفر كله صفر ناقص أربعة سالب أربعة. هاي قيمة مين؟ واي، بنسميها واي واحد لنقطة التماس. مين بل علي أجيب قيمة إكس؟ الآن لحتى أجيب قيمة إكس لازم إيش أعمل؟ لازم أعوض قيمة واي اللي طلعت معي وأوجد قيمة مين؟ X. فالآن نيجي هون نطلع شو بده يصير عندي؟ بدل قيمة Y شو بدك تعوض؟ سالب 4.
فهون راح تحط لي ايش؟ سالب 4 بدها تساوي x تكعيب ناقص 5x ناقص 4. الان ناقص 4 من الطرفين شو بصير فيها؟ بتطير، بتصير معك 0 تساوي x تكعيب ناقص 5x. الان الصفر تساوي بناخذ x عامل مشترك، شو بضل معك؟ x تربيع ناقص مين؟ 5. اذا من هون راح تستنتج بانه x يا بتساوي 0 يا اما x بتساوي جذر 5 يا اما x بتساوي سالب جذر 5. طيب الان فيهم هذول القيم x كلهم، لما x بتساوي 0 قيمة y شو بتعطينا؟ سالب 4، لأن كلهم أجوا لما عوضنا بدل y كم بسالب 4، وهون قيمة y سالب 4، وهون برضو قيمة y كم بتساوي؟ سالب 4. إذا هون شو عملنا؟ اللي عملناه إنه طلعنا كم نقطة تماس؟ 3 نقط تماس. ليش؟ لأن هذا اقتران تكعيبي اصلا، والتكعيبي بالعاده رسماته كيف بتيجي هيك؟ كان زمان ايش يحكونا؟ زي الكرسي. يعني ممكن عندي ايش؟ ثلاث نقاط تماس. ثلاث نقاط شو؟ تماس، يعني ممكن مس هون مس هون، او عندي نقطه مثلا ثالثه مس بغض النظر. اذا كم نقطه عندي مس فيها؟ ثلاث نقاط، اللي هن مين؟ الصفر وسالب 4، الجذر 5 وسالب 4، وسالب جذر 5 وسالب 4. طب كيف عرفت جذر 5 وسالب جذر 5؟ انتبه لي هون. هسه هاي عندك شو؟ فرق مربعين. فرق المربعين كيف بتحللها؟ اكس ناقص جذر 5 مضروب بمين؟ باكس زائد جذر 5. تمام؟ فاذا كم نقطة تماس عندي؟ 3. طيب بالسؤال حكى لي جد قيم اكس او نقطة التماس؟ لا، هو شو طلب مني؟ طلب مني معادلة مين؟ المماس عند نقاط تقاطع. إذا كم مماس بيطلع معي؟ ثلاث مماسات. إحنا شو راح نروح نعمل؟ راح نلاقي مماس منهم واحد ونترك لك اثنين تفكر فيهم. مين راح نختار؟ راح أجي أختار لك بكل بساطة سالب جذر 5، لأنه ممكن هو اللي خوفك. فلا شو نروح نعمل؟ بدنا نيجي نمسح من هون كيف أوجدنا قيمة X. ها؟ اللي سجل براسه سجل بدماغه كيف شرحها. فالآن ننتبه هون بالله. الآن أخطأت خطأ. شو الخطأ اللي أخطأته؟ إنه حكالي نقاط تقاطعه مع مين؟ مع محور y، يعني x إيش بتساوي؟ صفر. لما x تتساوي صفر، هل بدك تعوض بدل y بصفر؟ أنا قبل شيء لما حليت شو عملت؟ عوضت بدل y صفر. هسا f of x مين هو؟ y إيش بيساوي؟ x تكعيب ناقص 5x ناقص 4. الآن بدل x شو بدي أعوض صفر، فتصبح y كم بتساوي؟ سالب 4، وقيم x كم هي أصلا؟ صفر. إذا نقطة التماس مين هي معك؟ صفر وسالب 4. هاي نقطة مين؟ التماس. أنا غابت عن بالي جزئية بسيطة جدا، إنه هون أنا عوضت بدل x بكم بتساوي؟ صفر. أي مسفري من التعب. طيب إذا نقطة التماس عندي واحدة فقط، مين هي؟ صفر وسالب 4. شو بالعادة احنا كنا نسميها ذاتياتها؟ X1 وY1. X1 وY1. طيب الآن معادلة المماس شو بتتساوي؟ Y ناقص Y1 اللي هي كم؟ سالب 4 بصير زائد 4، تساوي ميل المماس، بنلاقي f برايم اوف x، وبنعوض فيها مين؟ الصفر، لانه بدي انا عند مين؟ عند الصفر. عند مين؟ عند الصفر. بعود بذكر نقطة تقاطع مع محور y، يعني x تساوي صفر، خلص احنا موجودين، الصفر جاهزة. فلما طلعنا ال y قبل شوي ورجعنا عوضناها، عملية خاطئة. لو كان العكس بتزبط، اللي هو القسم الثاني من اللي اشتغلناه. anyway، فالان f برايم اوف x شو بتساوي؟ 3
x تربيع ناقص كم؟ 5. احنا بدنا f برايم لمين؟ للصفر تساوي، لانه عند مين انا؟ عند الصفر، فصارت نقطة التماس مين؟ صفر وسالب 4 زي ما استنتجنا. f برايم للصفر كم بتساوي؟ سالب 5. اذا ميل المماس كم؟ سالب 5 مضروب في x ناقص كم قيمة x1؟ قيمة x1 نلاحظ انها كم بتساوي؟ صفر. x ناقص صفر صفر، اذا من هون رايحين نستنتج بانه y زائد 4 تساوي ناقص 5 x. الان ودي الموجب 4 هناك، نستنتج بانه y كم بتساوي؟ ناقص 5 x ناقص 4 ناقص 5 x ناقص مين؟ ناقص 4. هاي معادلة مين؟ المماس. معادلة مين هاي؟ المماس. معادلة المماس. تمام؟ بعود بذكر، يقطع محور y يعني x تساوي صفر، اصلا قيم x موجودات معنا، فبالتالي بتطلع نقطة تماس واحدة ليس ثلاث نقاط تماس، لأن رجعت طلعت قيمة y، رجعت من العجلة شو عملت؟ عوضت. هذا الكلام مفهوم. طب نيجي هون، الكلب الثاني هذا شو ماله كثير؟ حدود. هون بده معادلة شو؟ انتبه، العمودي وليس المماس. بده معادلة مين؟ العمودي على المماس لمنحنى هذا الاقتران عند نقاط تقاطع مع محور وين؟ x. تقاطع مع محور x يعني y كم بتساوي؟ صفر. ايوه هاي اللي عجقتني قبل شوي. فبالتالي بدل f احنا بنستبدلها بمين؟ بy بالعاده f، صح؟ بدل y اللي هي f شو بدك تعوض؟ صفر. فبتصير معك صفر شو بتساوي؟ x تربيع ناقص 4x ناقص 5. من هون راح نستنتج بانه الصفر تساوي تحليل عباره تربيعيه. هون شو بدي اعمل؟ تحليل عباره تربيعي. نيجي الان نحلل. لو بدنا نحلل العباره التربيعيه، عددين اضربهم ببعض سالب 5 واجمعهم سالب 4، اللي هم x ناقص 5 و x زائد 1. هاي x ناقص 5 في x زائد 1. من هون راح نستنتج بانه قيمة x 1 يا بتساوي 5 يا اما x 1 كم بتساوي؟ سالب 1. من هون راح نستنتج بانه قيمة y 1 تساوي، من هون راح نستنتج بانه قيمة y 1 تساوي. ليش سميتهم 1 1؟ لانه هذول نقاط تماس. نقاط ايش؟ تماس. من وين عرفت هذا الكلام؟ من كلمة عند نقاط تقاطع مع كذا كذا، اللي هي المعلومة اللي أعطاني إياها. طيب x1 إذا ساوت 5 كيف بجيب y1؟ برجع وين بعوض ال y1؟ بالعلاقة رح تعطيني كم طبعا؟ صفر، لأنه أصلا إجت من المساواة بالصفر. ولو عوضت هاي رح أرجع عوضها بالعلاقة، كم رح تعطيني؟ برضو صفر. إذا عندي نقاط التماس كم نقطة؟ نقطتين. أول نقطة التماس مين هي؟ سالب 1 مع 0. ونقطة التماس الثانية مين هي؟ 5 مع 0. إذا كم نقطة التماس عندي؟ 2. إذا عندي مماسين وعندي عبوديين عليهم، فبالتالي بختار واحد منهم. هذول اللي بنقدر نحكي لك بنكلفك واحدة بواجب، واحدة بنحلها إحنا. إذا إحنا بنحل الناقص 1 ب 0، وهاي اتش دبليو يعني بترك لك إياها إيش مالها؟ هوم ورك إنك تفكر فيها. طيب الان نمسح هون الشق اليمين ونطلع معادلة ايش؟ العمودي على المماس. معادلة العمودي على المماس بايش كان يختلف العمودي عن المماس؟ عن المماس نفسه بانه في سالب واحد على ميل مين؟ ميل المماس. فالان نيجي هون نحكي له شو؟ y ناقص تساوي ميل العمودي في x ناقص ميزة. الآن التولة والأشياء اللي لازم أوجدها، لازم ألاقي f prime of x مشان الميل. شو مشتقة الاقتران؟ اللي هي 2x ناقص 4. أنا بدي f prime لمين؟ أنا اخترت هاي النقطة لمين؟ للسالب 1. بلاحظ أنها كم تعطيني؟ 2 بسالب 1 سالب 2 ناقص 4 سالب 6. تمام؟ فبالتالي نستذكر بأنه نقطة التماس مين هي كمان راح نستخدمها؟ سالب واحد وصفر. هاي سالب واحد مع مين؟ مع صفر. فالآن بنيجي قيمة y واحد كم بتساوي؟ صفر. وميل العمودي هو سالب واحد على
ميل المماس اللي هي اف برايم بس واحد اللي هي سالب 6. وهون شو بتصفي؟ اكس ناقص كم قيمة اكس واحد اللي هي ناقص واحد. فبالتالي من هون المعادلة راح تصير واي ناقص صفر واي تساوي سالب على سالب موجب واحد على ستة مضروب بمين؟ باكس زائد واحد. تقدر كمان انك تيجي تحكي لي واي ايش بتساوي؟ واحد على ستة اكس زائد واحد على ستة. هاي معادلة مين؟ العمودي على المقاس. هاي معادلة العمودي على المقاس. معادلة العمودي على ايش؟ على المماس. الان معادلة العمودي على المماس، لاحظ لما بدك تشتقها شو بتعطيك؟ واحد على ستة اللي هي ميل مين؟ العمودي. ميل مين؟ العمودي. الان دقيقة وبدنا ايش نعمل؟ نكتب لكم المثال الاخير. دق ثلاث. الان نتابع مثال رقم 5. مثال رقم 5 ايش بيحكي لي؟ اذا كان f of x يساوي ax تربيع ناقص 6x زائد b يمس. ايش يعمل؟ يمس منحنى مين؟ g of x. الان بما انه يمس منحنى g of x، f مماس بده يكون صح؟ لا، ليس مماس. f ليس مماس ولا يمكن يكون مماس. طب G مماس لأف؟ لا، ليس مماس. لمين طبعا؟ لG. ليس مماس لمين؟ لأف. طب ليش؟ شو السبب؟ آه، لأنه هذا الاقتران اللي أنت شايفه منحنى. شو ماله؟ منحنى. هذا إيش ماله؟ منحنى. فبالتالي المنحنيات ليست خطوط، خطوط مميزة. فبالتالي المماس أو العمودي على المماس إيش لازم يكون؟ خط. إيش لازم يكون؟ خط. الآن كيف ممكن يجي نمس من بعض؟ أنا بحكي لك إيش اللي بصير. الآن لو تخيلت لي F منحنى هيك عندك و G منحنى آخر وبينهم نقطة شو؟ تماس. فبالتالي نقطة التماس ممكن نركب عليها سؤال هيك يكون خفيف لطيف، مش شرط يكون خط. وهذا اقتران ثاني إيش اسمه؟ G. طب ايش اللي بصير يا استاذ؟ انا بحكي لك ايش اللي بصير. اللي بصير بينهم الاثنين مماس مشترك. في مماس مشترك بين ايش؟ بين الاقترانين. في مماس ايش؟ مشترك بين هذول الاقترانين. معناتها نستنتج بانه G برايم عند مين؟ عند الاثنين بده يساوي F برايم عند مين؟ عند الاثنين. صح ولا لا؟ ليش؟ لانه ميل المماس تبع G بده يساوي ميل المماس تبع مين؟ تبع F، لأنه مماس مشترك بينهم الاقترانين، بين الاقترانين اللي موجودات عندي. ولا ننسى تسميتنا إنه دائما النقطة إيش بنسمي إحداثياتها؟ X1 Y1. النقطة X1 أعطاني إياها معلومة، حكالي X1 بتساوي 2 Y1 كم بتساوي؟ 12. طيب الآن نيجي هون على جنب نطلع مين؟ F prime of X و G برايم of mean of X، اشتقهم الثنتين مشان نقدر ايش نعوض فيهم. فلا نيجي هون نحكي له F برايم، حتى شوف يساوي F برايم of X شو المشتقة؟ 2 AX ناقص 6 تمام، ومنها بدنا F برايم لمين احنا؟ للاثنين. فبنستنتج بانه F برايم للاثنين تساوي 2 ضرب X اللي هي 2 4A ناقص 6. هاي 4A ناقص مين؟ 6. طيب وعندنا G برايم of X تساوي مشتق G بالنسبة لX شو مشتقته؟ 4X، وهون C ثابت. من هون بنستنتج انه G برايم للاثنين بدها تساوي كم؟ 4 ضرب 2 8. واحنا بنعرف بانه اف برايم للاثنين بتساوي جي برايم لمين؟ للاثنين. وبالمناسبه هاي ستيب نمبر 1، الخطوه الاولى في حل السؤال. الان نحكي لك ايش ستيب نمبر 2.
الان بما انه اف برايم للاثنين بتساوي جي برايم للاثنين، اذا الطرف اليسار يساوي الطرف اليسار، فبالتالي من هون الطرف اليمين بيساوي مين؟ اليمين. فشو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الطرف اليمين اللي هون اللي هو 4a ناقص 6 بتساوي كم؟ 8. ودي ناقص 6 لهناك بصير معك 4a بتساوي كم؟ 14. من هون بتستنتج بانه a تساوي 14 على 4 اللي هي 7 كم؟ على 2. هي جبنا قيمة مين؟ a. طب هل مطلوب مني اوجد a فقط؟ لا، لازم اوجد مين؟ قيمة B، قيمة C كمان. طبعا هاي المعلومة نعمل منها خط هون، ايش نحكي؟ إلهم مماس مشترك، يعني ولا واحد مماس للثاني. انتبه، عند مين؟ عند X بتساوي كم؟ 2. لهما مماس مشترك عند مين؟ عند X تساوي 2. معناته ميل هذا المماس لG هو نفسه ميل المماس لF، فG برايم للاثنين يساوي F برايم للاثنين. طيب الآن ستيب 2، الخطوة الثانية، سؤال خبثه انك تفكر لي بالطريقة هاي يا استاذ، انه هن الاثنين شو مالهم؟ منحنيات وليس خطوط. خطوط الطالب اللي فرصته قوية بالرسوب هو الطالب اللي بيعامل الخط على اساس انه منحنى، والمنحنى على اساس انه خط، والنقطة على اساس انها قيمة، والقيمة على اساس انها نقطة. وهذا بيكون سريع جدا لما يحكي كلمة كل كذا فهو كذا، شفت كذا حط كذا. الرياضيات عمرها ما كانت هيك، افهم بعدين كل الامور بتصير بالنسبه لك شو مالها سهله. نتابع ستيب 2 الان، ايش بدنا نعمل؟ بدنا نرجع نقرا سؤالنا ونحاول نستفيد مشان نوجد ايش القيم. طيب الان بالمناسبه السعيده، اف اوف اكس صار في مجهول واحد فقط، شو المجهول الواحد اللي صار؟ ايه جبنا قيمتها كم؟ 7 2، معناته بتصير 7 2 اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد مين؟ زائد في. طيب الآن الاثنين والاثناش نقطة شو؟ تماس. نقطة تماس لمين؟ لمماس F ومماس G. كون الميلين لهم الاثنين مماس مشترك بين الاقترانين، الميلين متساويات. الآن بما إنها نقطة تماس يا أستاذ، أول ما بلشت لك التطبيقات الهندسية شو حكيت لك؟ بتحقق F لأنها على F، صح؟ معناتها F الاثنين كم بدها تساوي؟ 12. وشو كمان؟ تحقق G، فبالتالي G الاثنين كم بدها تساوي؟ 12. فالآن ستيب 2 شو بتروح تعمل؟ تروح تستخدم لي المعلومة الأولى إنه F الاثنين بتساوي كم؟ 12، وG الاثنين برضو بتساوي كم؟ 12. ليش؟ لأنه نقطة التماس دائما تحقق الاقتران اللي مست عنده، وبتحقق ايش كمان؟ المماس والعمودي على المماس. وهون عندي اقترانين بينهم مماس مشترك، فبالتالي لو تخيلنا زي قبل شوي انه هاي جي زي انت واخوك بالبيت، واحد راكب بالاتجاه هذا والثاني لوين رايح؟ بالاتجاه هذا مثلا، صح ولا لا؟ بتيجوا الاثنين هيك تلاقي كتفك شوي بمس كتفهم، انتوا الاثنين ماشيين منحنى ولا واحد منكم خط، فبيكون بينكم ايش؟ مماس مشترك. هذا ايش ماله؟ مماس مشترك، مماس مشترك، تمام؟ لو تخيلنا هذا الاقتران F، هذا G، هاي القيمة كانت X1، هون في عندي قيمة مثلا Y1، فمباشرة صورة الـ X1 بـ F هي نفس صورة الـ X1 في G، فبلاحظ هاي النقطة بتحقق مين صارت؟ F و G والمماس والعمودي على المماس. وإذا بتلاحظ مماس F عمودي هناك وهكذا كله ايش؟ بيحقق بعضه. ننتبه الآن F الاثنين كم قيمتها؟ 12. ارجع لي F of X، عوضني بدل كل X بكم؟ باثنين. هاي F of X الجديد، شو بدها تصير معك؟ 7 2 ضرب 2 تربيع 4 ناقص 6 ضرب 2 زائد مين؟ زائد بي، كلها كم بتساوي؟ 12. الأربعة مع الاثنين باثنين، سبعة ضرب اثنين 14، ستة باثنين 12، 14 ناقص 12 اثنين زائد بي كم بتساوي؟ 12. ودي الاثنين لهناك تستنتج بأنه بي كم بتساوي؟ 10، تمام؟ تيجي لي هون الآن جي الاثنين كم قيمتها؟ 12.
وين جي اوف اكس تعودي هون في كم باثنين فبصير معك اثنين ضرب اثنين تربيع اربعة زائد مين سي كله كم بيساوي 12 من هون بتستنتج 2 ب 4 8 ودي 80 هناك سي تساوي 12 ناقص 8 4 اذا كم قيمه سي 4 لعند هون بنوقف موضوع هذا الفيديو في الفيديوهات الجاي رح نتحدث عن امثله اقوى واشمل بخصوص موضوع التطبيقات الهندسيه ورح نتعامل مع اثباتات عشان نتاهل لمهارات التفكير العليا ويتبقى لنا التطبيقات الفيزيائيه وان شاء الله بكون انتهى الدرس الأول. دمتم بصحة وبسعادة إن شاء الله. كان محدثكم ومحبكم الأستاذ خلدون نور الدين المزاري، مدرس مادة الرياضيات لطلبة الثانوية العامة الفروع الأكاديمية والمهنية في المملكة الأردنية الهاشمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.